يعني ايه عايز تبيع الارض اللي حلت؟ على فكره ده مش قرارك انت لوحدك. ما هو انا مش هقف ساكت لحد ما الاقي سعادتك مشرف في السجن. سجن ايه وبتاع ايه؟ وبعدين انت مالك اساسا؟ هو انت واصي عليا؟ يا ابني اعقل، هي اي نصيبه عايز تعملها وخلاص؟ انت عايز تتسجن عشان امك تموت بحسرتها عليك؟ يعني انت عايز نعمل ايه؟ عايز اروح اقول لحازم ان انا بنصب عليك؟ كويس قوي انك عارف انك بقيت نصاب. لا يا حبيبي انا مش نصاب، وانت عارف كويس قوي ان الفلوس دي من حقنا، ولو القانون ما رجعهاش انا هعرف ارجعها بطريقتي كويس قوي. خساره يا حسام. يا خساره ايه ونيله ايه؟ بقول لك ايه يا ياسين، هو انت عايز نعمل زيك اقعد اتفرج على فريده الجبالي هي وعيالها وهم قاعدين بيتمتعوا في فلوسنا واسكت؟ يا اخي يبقى نصيبنا كده وارضى بقى بقدر ربنا. حلو قوي بقى ان انت جبت سيره ربنا، وعلى فكره بقى العلم ربنا ما بيرضاش بالظلم ابدا، ولا بيرضى بالنصب ولا بيرضى بالاحتيال. تاني هتقول لي نصاب وحرامي؟ بقول لك ايه يا ياسين، من الاخر كده لو عملت اللي في دماغك هتشوف مني رد فعل عمرك ما كنت تتخيله في حياتك. بتهددني؟ سميها بقى زي ما تسميها، اذا كان اخويا الكبير مش عارف مصلحتنا فين وعايزنا نكح تراب طول حياتنا.